خلاف حوقل يا سوكل نحقل مسؤولين تا مامل كقبل كأوضل إسماليلان سيدا وركان أو نوغودا ميسير يوريهنا أحمد ديري إلتري دوان بايا هايت مركي حلبان عبد عثمان دقويني أو كترسان قلاة ديغان كبورما وسيادة قوغاد لي مغناشها برساب كقبل كأوضل عبد الرحمن أحمد علي أو تريينو برساب كعرري قبل كأوضل برساب كقبل كوكا بحصدك وأغروك مقيا إلا هذا إدنا مالتي ميريين إد إريتي أو قبلك أو مامولك كي هاي أشيكتي مجرين سراكيش اللي أنا وحيقي وان أوي يا ريبا مالنتون أرقيش وقتكي إن قبلك كسو عليا بس عتاوه كبحثة كنا صنع قل مايو هل كتيرنا كشيكي والله أنا لقبني كنا صنع قل مايو قبلك هذا كان أهلبانك ماذا شكت شيري أي واحد جاب تاسك السجناء برسابك عجين كقبل كأوض العبد النور سجال مصطفى عبد أحمد دودو أحوجيها قبل كأوض أي مركو جور رئيس الدبول كقاضي خلاف ككده حجرا مامل كقبل كأوض إذا إنه شيري قدومي كعجين كقبل كعبد النور سجال أي أهلبان عبد عثمان دجويني وحكلا نصيب درع برسابك حينك قبل كأوضل أو أهاك السميه برسابك أو حل دبانك هل يقرب تاقنا أو سعبك وتمي إن تاسنا وضع ملا بعض الله نصيب درها إنك قبل كالغيتي إن مسؤولك كسي أها إن شقالة إسكالها إن مسؤولك سي كسي ري ساحيب كيما دحوين وضع مقعابي لغو قرب عايو إساقونا وكاك سعب تمو أرينو كن بتلي كرم قرن ماه أرينو كسيما كن نقن كرم ماه madaxweynaha magacaaba xaalsinaya ee wadanka dawlad ba ka jirta kala dambeyn ba ka jirta nidaam ba ka jira dawladda xil dhibaanka u yahay iyo waliba xukuumadda xisbigeeyga uu ka soo baxay ee codkii ugu badnaa uu ka soo baxay degmada Boorama inuu hadalada noocaas ee dilqaafka uu kula kaco runtii wax mas'uulka uu qalmeeyay ma ahayn dhanka kale gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ayaa maanta ka soo dhexbuuqan soo dhawintii loo sameeyay barasaabka gobolka Awdal oo in muddo ahba ku maqnaa magaalada Hargeysa geesta kale barasaab Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay maqnaashaha xafiiska gobolka Awdal inuu xaalad amni uga baxay gobolka isbedelay imika markaa mutaasiriin imika darawalkii inuu way taagnayd imikana way taagayto waanigana imi markaa haddaa taa dee u maqnahay imikaba maanay maadeen waxaa sii xusid mudan in barasaab ku xigeenka gobolka Awdal uuna gebi ahaanba ka hadal khilaaf ka dhex taagan isaga iyo xogayaha gobolka Awdal iyo guud ahaan maamulka Axmed Ciil Tire wararka warbaahinta SBC Boorama.